انا معي على الهاتف زميلنا محمد الشيخ الصحفي بجريده الوطن. محمد مساء الخير، ما مدى دقه الخبر اللي انتم نشرتوه منذ قليل عن تمكن الاجهزه؟ اتفضل. ازي حضرتك؟ اتفضل. هو دلوقتي اللي حصل ان الاجهزه الامنيه قبضت منذ قليل على على القيادي محمود غزلان وعلى حضرتك معاني؟ ايوه، وعلى عبد الرحمن البر. ايوه. قبض عليهم في محافظه الجيزه. اتقبض عليهم في محافظه الجيزه منذ دقائق بمعلومات وردت للاجهزه الامنيه، وفي قوة اتحركت وتم القبض عليهم حالا، وهم في الطريق دلوقتي بعد القاء القبض عليهم من دقائق معدوده. طيب، لكن يعني انتوا تاكدتوا في الجريده انه بالفعل تم القبض عليهم في محافظه الجيزه، دي معلومات جديده، لانه احنا كنا فاكرينهم مش داخل مصر، لكن من الواضح ان هم موجودين داخل مصر. لا، هم متواجدين في براميز داخل مصر، وما تربوش ده كلام هم كانوا بيقولوه غير صحيح وغير يعني وكانت معلومات غير صحيحه ومعلومات غير مؤكده كانت. طيب، اذا انت بتؤكد لي ان بالفعل تم القبض على محمود غزلان وعبد الرحمن البر القياديين بجماعه الاخوان. بالضبط يا فندم. طيب، الخبر مؤكد وصحيح وموجود على جريده على موقع جريده الوطن. شكرا زميلنا محمد الشيخ الصحفي بجريده الوطن.